وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذ سعد راشد الكاتب والمحلل السياسي، أهلا بك معنا في نشرة الثالثة. ولو تحدثنا عن شعار نصوت للبحرين، ما هي دلالات هذا الشعار وما يحمله من معاني؟ أولا أرحب بكم، وطبعا إعلان سيدي جلالة الملك المعظم عن ميعاد الانتخابات البلدية والنيابية يأتي تأكيد بأننا في الطريق الصحيح للمسيرة الإصلاحية لسيدي جلالة الملك المعظم، وتمثل رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن مملكة البحرين تمثل نموذجا متطورا في بناء الدولة الحديثة والتي أسس أركانها سيدي جلالة الملك المعظم. لا يخفى على الجميع أن رؤية سيدي جلالة الملك حرصت أن تكون هذه المسيرة مستمرة من خلال العملية الانتخابية كجزء ومكون أساسي من المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار. طبعا حرص سيدي بأن تحقق الانتخابات أعلى مستوى من أعطاء المواطنين في حقهم بالمشاركة والترشح من جميع أطياف المجتمع من خلال تمكين المرأة في المشاركة، وكذلك تمكين الشباب وكبار المواطنين، وهذا الأمر نفتخر فيه في مملكة البحرين في المحافل الدولية. طبعا جاء شعار هذا العام نصوت للبحرين، حيث يمثل أهمية كبيرة في مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية والتي أسس أركانها سيدي جلالة الملك المعظم عبر مشروع إصلاحي شامل هدفه إلى أن تكون مملكة البحرين في مقدمة العالم بكافة المجالات. ويأتي تصويت البحرين كواجب وطني منذ الاستفتاء الشعبي على ميثاق العمل الوطني إلى انتخابات 2018، شهدنا أن شعب البحرين لن يتردد في الذهاب إلى مراكز الاقتراع منذ الصباح الباكر، وهذا ما يجعلنا اليوم متفائلين بأن هذا العام سنشهد نسبة مشاركة عالية. يقيننا الكامل أن الحس الوطني الذي يتمتع فيه شعب البحرين لن يتأثر في تأدية هذا الواجب الذي اعتاد عليه. نعم أستاذ سعد، في سياق حديثنا نود أن تحدثنا أيضا عن تحول المشروع الإصلاحي إلى منهج عمل على أرض الواقع، وكيف للانتخابات النيابية والبلدية أن تعكس الإرادة الشعبية في استمرار هذا النهج؟ طبعا نهج سيدي جلالة الملك المعظم والذي يأتي في هذا السياق بأن يتم مضي مملكة البحرين في العملية السياسية من خلال إشراك المواطنين في اتخاذ القرار، حيث أن هذه المسيرة حفلت الكثير من الإنجازات خاصة على المستوى الاقتصادي، وكذلك في مجالات التنمية، وكذلك في الأمور المتعلقة بالمجال الحقوقي. لا ننسى أن نحتفل بهذا العرس الديمقراطي كل 4 سنوات، وهو أننا تأكيد على أننا ماضون في تحقيق المزيد من المكاسب الوطنية التي تسهم في التطوير والنمو. نحن اليوم لا يمكن أن نقول أن انتخابات هذا البحرين، انتخابات البحرين 2022 تحمل على عاتقها آمال كثيرة وتطلعات نحو المستقبل المشرق. طبعا اليوم أمامنا رؤية وتطور ونماء في جميع المجالات، وخاصة بأننا هناك نفتخر بأننا أمام خطوة نحو تقديم الكثير من المنجزات والتي سنراها إن شاء الله في انتخابات 2022. نعم الأستاذ سعد راشد الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.